يعني مخارجية. يلا اكتب لنا اياها. ايه احسنت، ممتاز. بعد من عنده؟ تعال يونس، رأفت جعفر، جعفر علي. يلا ف ا ف ف. شنو يعني ف ا؟ الذكاء. لا ليش هيك سويت العلم؟ يلا سوي العدل. ايه ثاء 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 لا لا، يعني شنو لا؟ الال على شنو؟ فتحه. احسن. صفقوله، شنو عندك كلمه؟ يلا اكتب لنا ميثم. منو صديقنا احنا عندنا بالصبح حرف العيد؟ ميثم. ما ايه على صوتك، قطع الصوت حتى نسمع. ميثم احسن. بعد شنو كلمتك الثانيه كده؟ ثائر. يلا ايه ثائر. احسن، ممتاز. تجاهه تجاهه. أحسن، ممتاز. طب قوله. تعال محمد ياسر، شنو عندك كلمة؟ ثواب. يلا خذ قلم. يلا عافية. سويها واضحة، الزم القلم من النص، سويها واضحة. واخر واخر يدك واخر. ث ليش هيك سويتها ثلاث سنون؟ هو ثلاث سنون لو خط ايده هيك. يلا على صوتك. عبد الله محمد واحمد ليف. احسن. ث او اوا ث و ب ثوا. ثلاجه. بعد منو عنده؟ لا حد يحكي من مكانه. تعال اياد، اللي يحكي من مكانه يحصل ما يقوم يكتبها. يلا اكتب ثلج. يلا ث ث ث ث. لا ثلاث نقاط عنده. ث مو ف. ث ميزو بين الث والف. ث مثلها ث. اياد لا تستعجل. ث هذه حروف اس عليها فتحه. ث ال ثل ج ثلج. يلا تهجها. ث ال ثل ج ثل. ابو الحسن نقول تقمت. محمد ياسر انا اقول. تعال يوسف اكتب لنا مثلث. يلا محمد. مو اف اف مثلث. هسه صرنا نعرف نكتب مربع، ونعرف نكتب مكعب، ونعرف نكتب اسطوانة، ونعرف نكتب شنو؟ مثلث ومستطيل. ان شاء الله الدرس الجاي حتى نكتب نحفظ الاشكال الهندسية، ورا ما نحفظ اجزاء النبات. تمام؟ ورا ما نحفظ اجزاء النبات راح نكتبها شنو هي؟ نكتب الاشكال الهندسية. تمام؟ زين يا ما راح نكتب هسه اجزاء النبات. تمام؟ هنا هذا شو نقول عليه هذا الجزء؟ شو نقول عليه هذا؟ ايه؟ يلا اكتب لنا اياه هنا. عافية.